صبح يا حلو طل يا حلو صبح نغنى فل يا حلو صبح يا حلو طل. صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تن في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الورد جديدة لانج، أول حلقة في أول يوم في السنة بداية 2018. إن شاء الله تكون سنة سعيدة. الحمد لله كل احتفالات السنة الجديدة امبارح عدت على خير وسلام، وناس كلها انبسطت وقضت وقت حلو. صباح الورد عليك يا سمر وهابي نيو يير. صباح الورد عليك يا مها وهابي نيو يير، وصباح الورد وصباح الفل وصباح كل حاجة حلوة على كل الناس الحلوة اللي بيشوفونا على قناة تن وبرنامج صباح الورد. ويا رب إن شاء الله زي ما مها قالت كده تبقى بداية سنة سعيدة إن شاء الله، و2018 تبقى سنة بشكل جديد وبطعم جديد وفرحة وسلام وحب وكل حاجة حلوة. يعني نأمل إن هي تكون أفضل من السنة اللي فاتت. يمكن السنة 2017 كانت بعض الناس شوية عندهم مشاكل معاها، دايما عندنا مشاكل مع كل السنين يا جماعة عشان ما نكدبش على بعضينا، بس إن شاء الله بداية سنة جديدة في يوم جديد. يوم النهاردة يوم 1/1/2018، يا رب تبقى سنة كلها سعيدة وحب وسلام عليكم. طبعا سمر كانت في أجازة وإيمان لازالت في أجازة، فطبعا ومها ما خدتش أجازة وأنا ما خدتش أجازة واضطرينا ننام بدري امبارح عشان عندنا هوا النهاردة الصبح. بس طبعا احنا بنسعد بوجودنا معاكم، نتمنى ان احنا دايما نكون بنقدم كل الفقرات اللي تهمكم. بنأكد كمان انه صباح الورد في 2018 هيكون ليه شكل جديد، هتلاقوا دايما التجديدات وهتلاحظوها تجديد في كل حاجة، في الشكل وفي المحتوى. يعني في خلال شهر يناير بقى الدنيا بتتحرك. مش هنحرق المفاجآت يا جماعة، احنا بنحب نفاجئكم كده، احنا عايزين نخليها مفاجأة. بس ان شاء الله زي ما انتم متعودين معانا على طول عندنا جديد، وعلى طول بنحاول نوصل لكم اللي انتم بتبقوا عايزينه في احسن شكل وباحسن طريقه وفي احسن صوره. خلينا نقول انه السبع سنين اللي فاتوا 2017 كانوا فعلا سبع سنوات عجاف، وان شاء الله ان شاء الله 2018 هتبتدي البشاير على كل المستويات، المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ان شاء الله يكون في حاجات حلوه جدا في 2018. هناخد طبعا جوله سريعه في اهم الاخبار، وهنشوف حاله المرور والطقس، وكمان اسعار الخضار والفاكهه في الاسواق، وكمان اسعار العملات. ودي الخدمه الجديده اللي هنقدمها لكم دايما في صباح الورد في 2018. هننتقل بعد كده لفقره الصحافه، وهيكون في قراءه في عناوين صحف اليوم مع ضيفنا اشرف ابو الهول الكاتب الصحفي. خلينا ناكد عليكم ان اسعار الخضروات والفاكهه وكل حاجه دي ان شاء الله هتبقى موجوده معانا من بكره، وده عشان احنا مش عايزين نحرق عليكم اول يوم، يعني يوم جديد كده في بدايه سنه مش عايزين نبدا معاكم بالاسعار والحاجات دي، بس يعني عشان الموضوع اللي بيضايق الناس وبيضايقنا كلنا. عايزه اقول لكم حاجه سريعا كده كنا بنتكلم فيها انا ومها دلوقتي من شويه يمكن قبل الهواء. امبارح كله كان جايب طبعا توقعات والابراج بتقول ايه السنه دي والحظوظ السنه دي هتبقى عامله ازاي. كنت لسه بقول لها بالرغم ان 2017 كان كل توقعاتها مع برج الاسد ان هي احلى سنه في حياته وان فيها انجازات كتير وفيها كل حاجه، الحمد لله على كل حاجه، بس يمكن بالنسبه لي 2017 ما كانتش السنه اللي قالوا لي ان هي هتبقى موجوده يعني. بس الحاجه الحلوه بقى في الموضوع ان الناس دي بتديك امل ان انت بتبقى عندك احساس ان اللي جاي احلى، يعني كل ما هتعدي بمشكله مثلا طالما انا اتقالي ان اللي جاي حلو فانا مستنيه ان هو يبقى حلو. فخلي بالكم يعني من موضوع التوقعات والابراج وكده. بس قالوا يا جماعه ان برج العذراء بقى ماشي من تالت الابراج اللي عندها حظ كبير قوي السنه دي، فانا اهو أيوة. انا مش بحكي والله ده حب، فانا مستنيه لها كل حاجه حلوه والله. ده اللي هو بعد الحوت والعقرب. والعقرب بالظبط. ما جابوش سيره الاسد برضو السنه دي، بس ده حاجه كويسه يعني هم اللي قالوا السنه اللي فاتت ما جاش معايا، ما جاش على هوايا. خلينا نكمل بقى فقراتنا النهارده، والفقره الثانيه ان شاء الله هيكون معانا صناع فيلم احمر، وهو الفيلم اللي بيناقش قضيه العنف ضد المراه بكل اشكالها بكل اشكالها. هيكون ضيوفنا ان شاء الله ابطال الفيلم هم مازن لطفي ده مخرج الفيلم، وكمان رضوى حجازي بطله الفيلم. بعد كده هيكون في فقره عن تصميم الازياء والموضه، وايه الحاجات اللي هتكون موضه في عام 2018، ايه ليه على ايه، نلبس ايه ازاي. هتكون ضيفتنا مصممه الازياء ليلى ارسلان، دي فقره هتكون مهمه جدا بتهيألي لكل بقى البنانيت والستات وكده في 2018.
هنختم حلقتنا النهارده واحنا بنتكلم عن ازاي نستقبل السنه الجديده بمشاعر ايجابيه، نتخلص ازاي من المشاعر السلبيه اللي فاتت من السنه القديمه ونقفل عليها كده خلاص نرميها، ونبدا ازاي بقى نستقبل سنه جديده بمشاعر ايجابيه. نتكلم بشكل مفصل مع ضيفتنا دكتوره رشا الجندي، استاذه علم النفس والخبيره النفسيه. ده بلس ان دكتوره رشا الجندي اصلا ليها طله لوحدها، متفائله جدا بصراحه مهما كان الموضوع اللي بنتكلم فيه، مهما كان سلبي هي بتخليه ايجابي بالظبط، وبنبقى مبسوطين وبتدينا امل. بخصوص بقى موضوع الابراج يا سمر، عشان انا اتعلمت حاجه كده واخدت بالي امبارح اول مره اخد بالي، ان مدام كوكب زحل قاعد عند ابراج معينه بيبقى زحل، بتبقى سنه زحل. هو وغالبا هو قاعد فين يا ما انا عشان والله انا نسيت هو قاعد فين، بس هو اللي انا فاكراه ان هي يعني امبارح لما كانت بتتكلم خبيره الابراج عبير فؤاد كانت بتقول انه زحل خرج من الابراج بتاعه الثور والجوزاء، فعشان كده وهو كان بقاله 3 سنين، فاما بيخرج دي فتره الخروج بقى من الظلمات الى النور. يا جماعه الثور والجوزاء يعني ان شاء الله سنه سعيده عليكم كده. طب زحل راح عند مين بقى؟ حد يتابعنا كده. انا مش فاكره هي قالت زحل راح عند مين، بس هو احنا مش عايزين برضو نضايق الناس، بس انتوا عامه لما تلاقوا ان حركه الكواكب زحل دخل في حته معينه الله يكون في عونكم ان شاء الله ربنا يعني يعديها. عايزين على خير. ناكد على الناس ان يعني ان شاء الله يعني تبقى سنه سعيده، بس عايزين نقول لكم ان الابراج ده علم، علم الفلك، يعني احنا مش بنتكلم في حاجات توقعات وخرافات وكده، ده علم بيبقى زي ما قلت يعني انتوا اتقال لي والله كلام كتير قوي السنه اللي فاتت ما حصلش ابدا، بس خلينا دايما متفائلين خير، ان ان شاء الله كل ما بتدي نفسك احساس ان انت اللي جاي احسن هو بيبقى فعلا احسن. تعالوا بقى قبل ما نروح لفقراتنا هنبدأ بمجموعة من الأخبار زي ما احنا دايما متعودين، ومن وزارة التضامن الاجتماعي. الوزارة أعلنت أنه هيتم النهاردة صرف معاشات شهر يناير إلكترونيا وضخ 11 مليار و600 مليون جنيه داخل منافذ الصرف الآلي التابعة لهيئات التأمينات ومكاتب البريد وكمان البنوك لتغطية 9 مليون و400 ألف مواطن صاحب معاش. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قالت انه هيتم اليوم الاثنين اول يناير 2018 البدء في صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير بدل من يوم 10 في جميع منافذ الهيئة ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي، ده طبعا بمناسبة اعياد الاقباط. الدكتور علي مصلحي وزير التموين وجه القطاعات المعنية بديوان الوزارة ومديريات التموين البدء في تطبيق القرار 330 وده الخاص بإعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على السلعة أو الرف اللي عليه السلعة بشكل غير قابل للإزالة، على أن سعر البيع للمستهلك ما يزيدش عن السعر المحدد من المورد والمدون المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة. الوزير كلف كل الجهات المعنية وحاملي الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادي للقرار خلال شهر يناير بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء في القرار وتسجيل ملاحظات بالمخالفات، وشدد أيضا على حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات اللي بيثبت مصدرها. ومن وزارة التموين لوزارة التنمية المحلية والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بيزوروا النهاردة محافظتي سوهاج وإنا لمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية بالمحافظتين. وزير التنمية المحلية كان ليه تصريحات قال فيها أن الزيارة بتأتي للتأكد من أن مشروع تنمية الصعيد وضع على مساره الصحيح لبدء تنفيذه رسميا أول العام الجديد، خاصة بعد اعتماد قرض البنك الدولي وقيمته 500 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية. أكد أيضا أن المشروعات دي هيتم تنفيذها بمشاركة شعبية ومجتمعية من مواطني المحافظات. طبعا احنا عايزين نقول انه بشكل عام لحد دلوقتي كل الاخبار اللي قلناها ايجابيه، انه في ضخ ميزانيات للمعاشات، في مراقبه على الاسعار او توحيد السعر، او ان الناس قبضت يوم واحد فيعني دي حاجه حلوه كلها. ده حقيقي. احنا طبعا خلصنا اخبارنا، خلونا نروح نتابع تفاصيل الحاله المروريه مع تطبيق بيقول لك، وده التطبيق الحصري لبرنامج صباح الورد وقناه تان. والتطبيق الحصري بقى يا جماعه بتاع مها وسمر او يعني بتاع مها بس، ماشي عشان بحب الفقره دي قوي والله كنت مفتقداكي برضه ساعات. افتقدتك بقى في التقرير في اليومين اللي فاتوا. تقرير يا جماعه لطيف وظريف وشغال وجميل وجميل، وبعدين بقيت اقول جميل لوحدي كده مش لاقي حد يرد عليا، فما كانش يعني كنت مفتقداكي. كنت بشوفك ستريمنج على فكره، كنت يعني يعني اشوف مها بقى عامله ايه لوحدها يا عيني ومن غيري وكده، كنت مبسوطه قوي على فكره. كنت مبسوطه
مبسوطه ان هي لوحدها. لا 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 افتقدتك يا سمر ما تقوليش كده. لا انا كنت مبسوطه وانا بتفرج، احساس حلو ان انت بتتفرج على البرنامج بتاعك. انا افتكرتك بتقولي ان انا مبسوطه ان انت. لا لا انا عارفه يا مها يعني بس عليك. لا بقى يعني يا جماعه الحاجات دي بره الهوا فاهم، احنا قدامكم يعني مش هنقول بقى الحاجات دي يعني، احنا بنتخانق بره اه نشد في شعر بعض الكلام ده. لا بالعكس يعني مها بجد من الناس الجميله اللي انا اشتغلت معاها واستفدت منها طبعا. يعني ربنا يخليك شهاده على الهوا. اشكرك يا سموره ما تكبرنيش في السن. طيب يعني برضه التطبيق بتاع مها يا جماعه. طيب تعالى اللطيف والجميل وكده يلا نروح نشوفه بقى. يعني يلا نروح نشوف التقرير المروري وكوبري اكتوبر. هتشوفوا دلوقتي مع بعض معانا كوبري اكتوبر من مدينه نصر المهندسين مش بطال. لسه على كوبري اكتوبر زي ما انتم شايفين من مهندسين لمدينه نصر كويس. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد بيتحرك. كوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين سالك. صلاح سالم من المطار للكورنيش سالك. وصلاح سالم من الكورنيش للمطار معظمه شغال، ما عدا من بانوراما اكتوبر لحد نفق العروبه صعب. المحور من الشيخ زايد للمهندسين جميل. كنت وحشاني جميل. واخيرا المحور من المهندسين للشيخ زايد مش بطال لطيف يعني شفتوا لطيف وجميل. عايزه اقول لكم يا جماعه ان يعني واضح والله بجد السنه الجديده بادئه معانا حتى بحاله مروريه سليمه ومش بطاله وسالكه ولطيفه وجميله. خلي بالكم يعني لاحظت كده النهارده الاثنين. هو المفروض يعني بس خلي بالك الناس بقى المفروض هتبتدي ترجع من الاجازات بتاعت او الناس كانت سهرانه راحت الشغل الصبح. عادي جدا يعني واخده اجازه اجازه رسميه. لا يعني ان شاء الله تبقى تاني بناكد لكم ان شاء الله يا رب تبقى سنه سعيده وجميله. وخلونا نشوف بقى احوال الهواء بقى والطقس ودرجات الحراره المتوقعه نشوف عامله ازاي، وبعد كده هنشوف فقره الصحافه بتاعتنا النهارده وقراءه في اهم عناوين الصحف السنه.